Hello, my dear students, and welcome in a new lesson for this day. Today we are going to take the use of past continuous and past simple with while. أهلا بكم أعزائي الطلبة بدرس جديد لهذا اليوم. درسنا اليوم هو استخدام الماضي البسيط مع الماضي المستمر باستخدام كلمة while. Now let's talk about the past continuous. لنتحدث الآن عن الماضي المستمر. We use it to talk about an action happened during another one in the past. نستخدمه للحديث عن شيء قد حدث أثناء حدوث شيء آخر في الماضي، بحيث يكون الحدث الأول طويل، وأثناء حدوث الحدث الأول الطويل يتخلله الحدث الثاني، وهذا الحدث الثاني يكون قصير. The form of the sentence, شكل الجملة. If the subject is singular, we use was. After the subject, إذا كان الفاعل مفردا أو ضمير يدل على الفاعل مثل he, she أو it أو I فإننا نستخدم الفعل المساعد was بعد الفاعل، ومن ثم was تكون متبوعة بالفعل، وهذا الفعل متبوع بـ ing ومن ثم المفعول به. مثال: While Tom was playing, the telephone rang. Tom هنا فاعل مفرد، فاستخدمنا الفعل المساعد was، والفعل ينتهي بـ ing، عفوا والفعل الرئيسي ينتهي بـ ing. While Sally was studying, Tom came. سالي أيضا هنا فاعل مفرد، واستخدمنا الفعل المساعد was والفعل متبوع بـ ing. وهنا أثناء ما كان توم يلعب رن الهاتف، فإذا الحدث الطويل كان لعب توم وقد تخلله رنين الهاتف. إذا قمنا بجعل الحدث الطويل ماضي مستمر اللي هو لعب توم was playing، والحدث القصير رنين الهاتف وهو رانج بالفعل الماضي البسيط. While Sally was studying, Tom came. الحدث الطويل سالي، دراسة سالي، وهي دراسة طويلة. أثناء ما كانت سالي تدرس جاء توم، فالحدث القصير توم فقد جعلناه فعل ماضي بسيط. If the subject is plural, we use where after the subject. إذا كان الفاعل جمعاً أو ضمير يدل على الجمع مثل they جمعا سوري فإننا نستخدم الفعل المساعد where بعد الفاعل، والضمائر الفاعل التي تدل على الجمع مثل they, we, you نستخدم فعل مساعد where والفعل متبوع بـ ing والمفعول به. مثال: While we were walking in the garden, we met our friend. أثناء مسيرنا في الحديقة التقينا أو قابلنا صديقنا. الحدث الطويل هو المسير، والحدث القصير التقينا صديقنا. لذلك الحدث الطويل were walking لأن الفاعل جمع we، والحدث القصير met كان ماضي بسيط. While they were playing football, mom made the cake. الحدث الطويل لعب كرة القدم والفاعل they، فاستخدمنا were playing، والحدث القصير made a cake verb two. While you were sleeping, Sally broke the glass. أثناء ما كنت أنت نائما سالي كسرت الزجاج. الحدث الطويل هو النوم، واستخدمنا were لأن الفاعل we هو جمع، وسالي لأنها ها الحدث القصير قمنا باستخدام verb to broke. نتعرف على هذه الملاحظة. The verb after while should be past continuous and the verb in the other sentence should be past simple. تأتي while في الجملة وتكون في بدايتها، فإذا جاءت في بداية الجملة الفعل بعدها يجب أن يكون ماضي مستمر was أو were مع الفعل ينتهي بـ ing، والفعل في الجملة الثانية يجب أن يكون ماضي بسيط، أي أن الحدث الطويل يكون ماضي مستمر والحدث القصير ماضي بسيط.
No, my dear student, let's do this worksheet on past continuous. نحل ورقة العمل على قاعة الماضي المستمر. While we study, Mary come. The correct answer, while we were studying, Mary came. Number two, while he watched, Jean break the vase. While he was watching TV, Jean broke the vase. Number three, while I play tennis, Jack paint the wall. The correct answer is, while I was playing tennis, Jack painted the wall. Number four, while the boys help Dad, I fall down. The correct answer is, while the boys were helping Dad, I fell down. Now, my dear students, write down the correct answers on your worksheet.